بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل موضوع الميكروسكوبيك examination of urine analysis. وصلنا للمكونات السيديمنت الأورجانيزد إليمنتس الموجودة، وصلنا لموضوع البكتيريا. البكتيريا يا جماعة are common in urine specimens because of the abundant normal microflora, microbial flora of the vagina or external urethra. طبيعي لأنه نلاقي بكتيريا، لأنه البكتيريا موجودة بشكل طبيعي كميكروبيا الفلورا في منطقة الفجينة والإكسترنال يوريثرا. بس بدنا ننتبه متى إحنا بنسجل البكتيريا. يعني معظم المختبرات ما بتسجل البكتيريا إلا إذا كانت العينة فريش وموجودة بأعداد كبيرة ومرافق مع البكتيريا وجود الوايت. يعني إذا في وايت وعدد البكتيريا موجودة بشكل كبير والعينة كانت فريش، وقتها بيكون في عنا significant bacteriuria. لكن في حالات يا جماعة بتكون العينة نفسها جيانة non-sterile، مش not collected under sterile condition، فبيكون في bacterial contamination، هذا يعتبر non-significant، المفروض ما نسجلها. كمان لو أنا كان عندنا العينة فيها بكتيريا وظلت لفترة طويلة ما اشتغلتها خلال ساعة، فالبكتيريا رح حيصير لها باينري ديفيجن، وبالتالي أعدادها رح تزيد، وهذا not clinically significant. أكتر بكتيريات موجودة يا جماعة في اليورين اللي هي الشكل الباسيلس، انتيرو بكتيريا اللي هي الشكل الباسيلس، هذا كمايكروفلورا هي اللي بنلاقيها في اليورين. طبعا more than 100,000 per ml of one organism reflects significant bacteriuria. هذا بالنسبة للبكتيريا. كمان من الأورجانيزمز اللي ممكن نلاقيها موجودة في اليورين هي اليست، الفطريات، وأكثر نوع من اليست موجود هو الكانديدا البيكامس. كانديدا هو the most present، وعادة كولونايز بتكون موجودة في البلادر واليوريثرا والفاجينا. وأكثر نوع موجود حكينا كانديدا البيكنس. كتير حالات بلاقي اليست اللي هو جاية بشكل contamination، ما تبعتبر اليست اللي هي حالة significant. عادة يا جماعة بتكون مصاحبة اليست لبعض الأمراض بالترو infections. بلاقيها أكتر إشي عند الديابيتس ميليتس والوومنز اللي عندهم مشاكل في الفاجينة، لأنها بالفعل كولونايز الفاجينة بشكل كبير. كمان لازم نفرقها عن باقي السلس. يعني كتير بنشوف يست بسجلوها RBCs، تمام؟ اليست يا جماعة بتفرق عن RBCs إنه فيها اللي هي البادينج، تتميز بوجود البادينج. فهذه صورة لليست مش الRBCs. كمان لو ضفنا أستيك أسيد، جليشيال أستيك أسيد، الRBCs بتتكسر بالأستيك أسيد، اليست لا. كمان في ما بيقدر يفرقوها عن الأمورفس كريستالز، كتير بتشبهها، وعن الRBCs. حنشوف صور الأمورفس كريستالز عادة شبيهة بالرمل أكتر وبتكون فاين أكتر من اليست. اليست إلى شكل تعتبر أورجانيزد، الأمورفس كريستالز أن أورجانيزد سيديمنت، اليست بتميز بوجود البودينج. شغلة ثالثة ممكن ألاقيها باليورين هو الميوكس، والميوكس هو عبارة عن بروتينات، هي افرازات من البروتينات عادة جاية من الابيثيليال اوف ذا جينيتو يورينري تراكت. بشوفها بهذا الشكل، خيوط غير منتظمة. في صورة اوضح للميوكس اللي هي هاي، ايضا بلاقيها خيوط غير منتظمة في عينة اليورين. اذا هذا هو الميوكس. اوفال فات بوديز حكيناها، هي عبارة عن الدهون والفاتس، وتجمعات الاوفال فات بوديز مع البروتينات سميناها الفاتي كاست. طبعا الاوفال فات بوديز بلاقيها اكتر شغلة في حالات النفروتيك سيندروم مع الفاتي كاست، هي تجمعات من الليبيدز. والاوفال فات بوديز عادة نزول الليبيدز في اليورين بسميها ليبيديوريا. هذه صور للفاتس عادة بتكون لامعة، تختلف عن الفاتس عن الاير بابلز. الاير بابلز عادة بيكون جدارها سميك، بيكون اسود
أسود، يعني حوالين الفقاعة الهواء جدار أسود سميك، بعكس الأوفال فات بودز بتكون لامعة وجدارها أسود رفيع. هذه صورة للميوكس. هل في شغلات تانية ممكن أنا ألاقيها باليورين؟ يس، ممكن ألاقي سبيرمز، ممكن ألاقي سبيرماتوزوا أو السبيرم اللي هو له هيد وتيل، ممكن ألاقي اللي هو الشكل الراوند فقط الإماتيور اللي هو السبيرماتوزوا. طبعا حلاقيها باليورين أوف ميل، ممكن ألاقيها باليورين أوف فيميل يس after sexual contraction. ممكن ألاقي كمان بارازايتس، أشهر بارازايتس موجودة في عينة اليورين لترايكوموناس فاجينالس، جاية contaminated from the vaginal secretion. كمان بلاقي الباين worm ova may contaminate the هي الباين worm ova. طبعا ترايكوموناس فاجينالس، وحنشوف الأوفا of the pine worm. هنشوف صورة للترايكومونوس فاجينالز تروفوزويد، ترايكومونوس فاجينالز تروفوزويد، هاي الصورة له. يعني احنا بنشوف الترايكومونوس فاجينالز تروفوزويد. كمان ممكن الاقي اللي هو الايج اوف شيستوسوما هيماتوبيا. طبعا تتميز الايج انه لها سباين، وعاده بيكون اللي هو سنترال في الوسط لشيستوسوما هيماتوبيا. طبعا المانسونين بلاقيها في الستول مش باليورين، انا بيهمني الشيستوسوما هيماتوبيا ايج والترايكوموناس فاجينالس، هدول هم اللي بلاقيهم. الباين وورم اوفال هي انتروبياس فيرميكولاريز اوفا، طبعا هذه بتكون جايه كونتامينيتد ان ذا يورين، بتكون جايه من كونتامينيشن. اذا فقط هما تو بارازايتس، تريكوموناس فاجينالس، شيستوسوما هيماتوبيوم. هذا بالنسبه للبارازايتس. زي ما حكيت لكم ممكن نشوف سبيرمز، السبيرم طبعا له هيد بيكون له تيل، هيد وتيل، هذه سبيرم السبيرمز. ممكن الاقي ارتيفاكتس، هذه يا جماعه لا تسجل، يعني المفروض لو شفناها احنا ما نشبهها بشغلات تانية. هذه فايبرز، هذه فاتي دروبلتس، هذا ستارشي جرانولز، هذه ارتيفاكتس، يعني حاجات المفروض ما تكونش موجوده في اليورين وان وجدت بفعل الكونتامينيشن او لاغراض اخرى. هذا بالنسبه نبدا الان بالان اورجانيزد سيديمنتس. طبعا اهم شغله بالان اورجانيزد سيديمنتس اللي هي موضوع الكريستالز، والكريستالز موجوده بشكل كبير في اليورين طبعا كعدد، although they are seldom of clinical significance. في بعض انواع الكريستالز اللي هي وجودها يعتبر نون باثوجينيك، وعاده وجودها بفعل اختلاف البي اتش. في كريستالز بتظهر في البي اتش الاسيديك، وفي كريستالز بتظهر في البي اتش الالكالين. Identification must be made to ensure that they do not represent an abnormality. لازم نعمل لها ايدنتيفيكيشن ونعرف مين الباثوجينيك من النون باثوجينيك. الكريستالز يا جماعه بتنتج بفعل بريسبيتيشن اوف يورين، ترسب اليورين، بفعل وجود الاملاح سولتس، تغيرات البي اتش، طبعا اختلاف الدايت، الاكل، نوعيه الاكل اللي بيعتمدها الشخص تؤدي الى زياده تكون الكريستالز. اذا ترسب اليورين سولتس، تغيرات البي اتش، كمان درجه الحراره. في كريستالز بصير لها بريسبيتيشن ات هاي تمبريتشر، في بصير لها بريسبيتيشن ات لو تمبريتشر. كونسنتريشن اوف يورين كمان تتاثر بالسولوبيليتي، في مواد معينه بتذوب هذه الكريستالز ومواد لا. فمعرفه البي اتش يا جماعه مهم لفور كريستال ايدنتيفيكيشن، لانه بالفعل في كريستالز بتظهر في الاسيديك يورين، وفي كريستالز بتظهر فقط في الالكالين. اذا احنا حنصنف الكريستالز بناء على البي اتش، ففي عندنا كريستالز موجوده ان اسيديك يورين، وفي كريستالز موجوده ان الكالين يورين.
نبدأ بالنورمال اندوجينوس كريستالز. في كريستالز موجودة بشكل نورمالي في اليورين، وممكن وجودها بكميات قليلة لا يعتبر باثوجينيك، لكن إذا وجدت بكميات كبيرة هنعتبره أبنورمال. إن أسيدك يورين ممكن ألاقي اليوريك أسيد اللي شكلها معين، شكلها جدا مميز. اليوريك أسيد كريستالز موجودة في الأسيدك يورين. ممكن تاخد الروزيت شيب، الويد شيب، شكل النيادل. في شكل النيادل هنشوفه بمرض الجاوت اللي هو المونوسوديوميريت كريستالز، وعادة اليوريك أسيد بتزيد في حالات السرطانات والجاوت. الأمورفاسيوريت شكلها شكل الرمل، يلو براون جرانيولز، بالفعل بنلاقيها جرانيولز. ولو مسكنا عينة اليورين يا جماعة وسنطرناها هنلاقي لون السيديمنت بينك، فهي بتعطي اللون الوردي للسيديمنت. كالسيوم أوكزاليت شكلها شكل الظرف، في أشكال أخرى أيضا غير الانفولوب شيب، الشكل البيضاوي وشكل العظمة كمان اللي يعتبر كالسيوم اوكساليت. طبعا لو اكلنا مواد فيها اوكساليك اسيد بشكل كبير ممكن الاقي الكالسيوم اوكساليت. كمان لارج دوزز اوف اسكوربيك اسيد بتزود الكالسيوم اوكساليت. هاي الصور عندنا ليوريك اسيد كريستالز، هذا هو الكالسيوم اوكساليت شبه الظرف. طبعا هتفيدنا في امتحان السلايد اكزام. هاي ايضا صورة لليوريك اسيد كريستالز، هذا شكل تاني لليوريت، طبعا بلاقيه بالجاوت شبه النيدلز، هذا بسميه صوديوم يوريت كريستالز. في عنا شبه الرمل بيكون منتشر في الفيلد. الامورفس يوريت بلاقيه ات اسيدك بي اتش، بالاضافة للشكل المظروف وهو الكالسيوم اوكساليت كريستالز. هاي أشكال أخرى للكالسيوم أوكساليت غير الشكل الظرف هذا، في عنا الشكل هذا أيضا، شكل العظمة أو الشكل البيضاوي، وهي شكل الظرف، كلها تعتبر كالسيوم أوكساليت كريستالز. نيجي للألكالين يورين. في الألكالين يورين بلاقي اللي هي إذا شفتوا أي حاجة فوسفيت كربونات هذا يعتبر ألكالين يورين، لازم البي اتش تكون عالية. هذا هو الفوسفيت، هذا رقم واحد بسميه التريبل فوسفيت شبه البريزم، رقم اثنين أمورفس فوسفيت، أيضا جرانيولز. وبفرقها عن اليوريت انه بتعطي تربيديتي لليورين، وعادة لون الرسب بيكون ابيض مش زهري. كالسيوم فوسفيت هاي شكله، كالرلس ان بريزمز، ممكن الاقي له اشكال اخرى. طبعا بيشبه كتير بتحيروا يحطوه صلبونة ميد كريستالز او كالسيوم فوسفيت. طبعا اللي بفرقهم الاسيتيك اسيد، الكالسيوم فوسفيت بدوب في الاسيتيك اسيد لكن السلفونامايدز لا. هذا بالنسبة للالكالين يورين. نشوف كمان انواع اخرى للكريستالز الموجودة في الالكالين يورين. عندكم الامونيوم بايوريت، هيا شكله مميز ولونه براون، بيكون براون شيلو. كالسيوم كربونات هاي الصورة لإله، ممكن الاقي شكل العظمة بهذا الشكل دمبل شيب او سفيريكال شيب، ماخذ هذا الشكل. كتير بيشبه الامورفوس، زي ما يوكر ان كلامس ذات ريزمبل امورفوس فوسفيت. طبعا لو ضفنا له استاتيك اسيد الكالسيوم كربونات بيتكون جازز، يتكون جاز افضل ذا اديشن اوف استاتيك اسيد. إذا هذه أنواع الكريستالز الموجودة في الألكالين يورين، تريبل فوسفيت، أمورفوس فوسفيت، كالسيوم فوسفيت، أمونيوم بايوريت بالإضافة للكالسيوم كربونات. وهي صور كمان لتريبل فوسفيت، أمورفوس يوريت، أمونيوم بايوريت بالإضافة للكالسيوم فوسفيت. أيضا صورة للتريبل فوسفيت، عادة بيشبهوها بالتابوت لانه بالفعل ماخذة شكل منشور، تمام شبه التابوت. هذا هو التريبل فوسفيت. كالسيوم كربونات
عامل تجمع ناخد هذا الشكل، هذا الكالسيوم كربونات، لو ضفنا له أستيك أسيد حكينا بيعطي غاز. هذه السلايدة جدا مهمة للتفريق بين الأمورفس يوريت والأمورفس فوسفات. طبعا أول فرق إنه الأمورفس يوريت بتظهر في الأسيدك بي اتش، الأمورفس فوسفات في الألكالاين بي اتش. فروقات أخرى حكينا لون الراسب، لو عملنا سنترفيوجيشن للعينة اليورين وطلعنا على البلت السيديمنت هنلاقي الفوسفات بيعطي اللون السيديمنت اللون الأبيض، والأمورفس يوريت بيعطي اللون الوردي الزهري. طيب لو اجينا عرضناهم للكولينج، عادة حطينا العينة بالتلاجة، اللي بيصير له بريسيبيتيشن في التلاجة هو اليوريت، اللي بيصير له بريسيبيتيشن باي هيتينج هو الفوسفات. طيب نشوف السولوبيليتي الذوبانية، لو ضفنا أسيتيك أسيد لعينة اليورين اللي بدوب يا جماعة هو الفوسفات، والإنسولابول هو اليوريت. هذه فروقات جدا مهمة، يعني بنفرق ما بينهم عن طريق البي اتش، هذا رقم واحد. بفرق ما بينهم عن طريق اللون السنترفيوج بلت، عن طريق البريسيبيتيشن الكولينج والهيتينج، والسولوبيليتي باي أسيتيك أسيد. جميع الكريستالز اللي ذكرتها هي نورمال اندوجينس كريستالز، لكن في اب نورمال اندوجينس كريستالز وجودها بدلل على حالات مرضية، زي السيستين بلاقيها في حالات السيستينوسس، سيستينوسس صحيح، وهي شكلها سداسي. في الكوليسترول مضلعات مخد اشكال غير منتظمة وبتكون حجمها كبير، الليوسين شبه الوردة، التيروزين شبه النيادل لكن عامل زي حزمة، سلبونا مايد والأمبيسيلين هنشوف لهم صور، هيموسيدرين كمان ممكن ألاقي لونه يلو براون جرانيولز، may also be found in the nephron. هذه اندوجينيوس. في اكزوجينيوس جاية من الخارج زي بودرة الجلوس أو تلكم باوندر جرانيولز. طبعا هاي صورة للسيستين، تمام، هذا الكوليسترول، هذا التيروزين، وهذا الليوسين. طبعا وجودهم كميات كبيرة يعتبر اب نورمال. وجود السيستين يا جماعة في اليورين بيعطي كلينيكال امبليكيشن سيء، لانه السيستين يوريا بلاقيها في حالات الكيدني ستونز، كمان الليوسين بدلل على مشاكل في الليفر، والتيروزين ايضا بدلل على مشاكل الامينو اسيد اللي هو التيروزين الليفر، بلاقي في حالات التيروزينيميا، وهنا بلاقي في حالات السيستين يوريا. السلفونامايد هاي صورة له، بلاقي هذا النوع من الكريستال بعد اخذ هذا المضاد الحيوي، بعد اخذ الامبيسيلين كمان ممكن نلاقي هذا النوع من الكريستالز. البيليروبين طبعا له لون بيكون براونش وبلاقي هذا شكله. في عنا سمري لكل الخلايا اللي شفناها، والارتيفاكتس والاورجانيزمز والكاست والكريستالز، طبعا هذا سمري لكل الخلايا، مر علينا السكواماس، الار بي سيز، الار بي سيز كاست، الوايت، وايت كاست، اليست، جرانيولار كاست، برماتوزوا، الرينال تيوبولار سيلز، الميوكاس، هاي التيروزين، هاي الصوديوم يوريت، الليوسين، كالسيوم اوكساليت، جميعها مرت علينا، هتشوفوا صورها. ايضا هنا صور لجميع الاشكال اللي شفناها سواء كانت سيلز، كريستالز، كاست. كمان هنشوف هنا صور، هل هنا ميوكاس، هنا كالسيوم اوكساليت، هنا يست عامل بوبينج، تمام. من الصور كمان عنا هنا هي لاين كاست، في كالسيوم اوكساليت، هنا في وايت، في هنا ار بي سيز، تمام. صور اخرى، هذه ار بي سيز وايت، في ار بي سيز طبعا اللي فيش فيها نواة ار بي سيز، واللي فيها نواة وايت وكبيرة في الحجم. هذه ترانزيشنال سيلز، هذه سكواماس سيلز، احد انواع الابيثيليال سيلز. طيب كيف بدي اسجل بالريبورت؟ حكينا السيلز بسجل متوسط الخلايا بالهاي باور فيلد،
الكاست بسجل المتوسط لكن على low power field. البكتيريا إذا مش موجودة نيجاتيف، إذا موجودة بعطيها بلس 1 بلس 2 بلس 3 أو فيو مديريت نيوميرس. الكريستالز كمان بكتب عددها وبسجل إيش نوعها، وهذا ضروري للريبورتينج. بدنا ننتبه جميع الخلايا واضح عندكم بالجداول، هيموغل ار بي سيز وايت ابيثيليال، هذه كلها بعدها بشوفها جميعها على الهاي باور فيلد، لكن كله بعده على الهاي باور فيلد، فقط الكاست بعدها على اللو باور فيلد. طبعا بجيب الافرج بير هاي باور فيلد لجميعها، لكن الكاست على اللو باور فيلد. البكتيريا بكتب نيجاتيف او بعطيها بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4. نفس الاشي للميوكاس. الكريستالز مفروض احدد التايب البريزنت الموجود. طبعا قدامكم ريفرنس رينج لكل واحدة، الار بي سيز من 0 ل 4، الوايت من 0 ل 4، ابيثيليال هي اصلا موجودة عند الفيميلز اوكيجينال. طبعا اعلى من كده حكتب فيو مودريت او هاي. الكاست على اللوبر فيلد اوكيجينال موجودة، موجودة اللي هي لايني بشكل طبيعي. البكتيريا مش موجودة، اليست مش موجودة، الميوكاس نيجاتيف تو بلس 2. الكريستالز حسب البي اتش، في كريستالز موجودة بشكل طبيعي بسميها نورمال اندوجينيوس كريستالز، لكن في كريستالز حكينا اب نورمال زي السيستين والتيروسين واليوسين والكوليسترول، هذه كلينيكالي سيجنيفيكانت بتعبر عن حالة مرضية. بدنا ننتبه يا جماعة أثناء الريبورتينج of the microscopic examination إنه يكون الميكروسكوبيك examination متوافق مع الفيزيكال والكيميكال examination. تمام؟ يعني شفنا وايت، ضروري يكون الفيزيكال تكون العينة تربد. إذا في وايت بكميات كبيرة إلا ما يكون العينة تربد والبروتين أعطى بلس، وإذا في بكتيريا النيترايت بلس والليكوسايت بوزيتيف. بدنا ننتبه لهذه الشغلات، أرجع أعلم عليها. إذا الوايت موجودة العينة حتكون تربد والبروتين حيعطي بوزيتيف والنيترايت بوزيتيف والليكوسايت بوزيتيف. شوف حاجة تانية، طيب لو في ار بي سيز المفروض على الستريب نشوف بلاد بوزيتيف والعينة تربد ولونها ريد كلر. لو شفنا ابيثيليال سيلز ايضا حلاقي العينة تربد. لو شفنا كاست المفروض يعطي بروتين بلاس والعينة بتكون كلير تو تربت. لو شفنا كريستالز بدنا ننتبه للبي اتش، هل هي اسيديك ولا الكالاين، وفي وجود الكريستالز ايضا العينة بتكون تربت. البكتيريا بتعطي ايضا تربيديتي والنيترايت بيكون بوزيتيف. زي ما اتفقنا بالمحاضرة السابقة، اليوم المفروض نعبي كل الريبورت لانه تعلمنا الفيزيكال والكيميكال والمايكروسكوبيك اكزامينيشن. فانا لو بدي اشتغل شغل يورين اناليس الصح هبدا من البدايه، اعمل ايدنتيفيكيشن للمريض وتاريخ وتجميع العينه، هبدا العينه اتعامل معاها، اعبي الترانسبيرنسي الكالر سبيسيفيك جرافيتي، ابدا فحوصات الستريب اقراها خلال 2 minutes سواء كانت بي اتش سبيسيفيك جرافيتي جلوكوز بليروبين بروتين كيتونز يروبيلينوجين نيترايت ليكوسايت استريز. بعد كده حسنتر العينة، حتخلص من اليورين وافحص فقط السيديمنت، حاخد دروب على سلايدة واشوفها تحت الميكروسكوب على 10 اكس و 40 اكس. حبدأ اعد الخلايا وايت، اشوف هل هي موجودة او لا واعدها اذا في خلايا موجودة سواء كانت وايت ار بي سيز ابيثيليال سيلز كاست. وايش نوع الكاست، هل في يست ولا لا، بكتيريا ميوكاس كريستالز موجودة ولا لا ونوعها، هل في امورفوس يوريت امورفوس فوسفيت ولا في ابنورمال اندوجينيوس كريستالز. طبعا بسجل الكومنت تبعي والمفروض اوقع على هذا الريبورت وهو اللي اسلمه للمريض اللي حيوصله للفيزيشن ويشخص الحاله. هيك بنكون خلصنا الميكروسكوبيك اكزامينيشن. المحاضره الجايه حتكون عن الرينال كالكولاي،
وهضيف لكم كمان مع رينال كالكولاي مجموعة من الأمراض اللي ذكرت في المحاضرات السابقة ومهمة ومطلوبة منكم، زي الفرقات ما بين النفريتك سيندروم والنفريتك سيندروم، إيش يعني UTI وغيرها من الأمراض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.